الرحمن الرحيم. تحيتي لكم جميعا ولا استثني منكم احدا. تحيتي للابنة الشاعرة المكرمة والنبيلة الأستاذة هيومة حمزة، إنسانة خلوقة تمثل المرأة المصرية الجادة الطيبة النبيلة العفيفة الشريفة، فتحية لها. وتحية إلى صديقي العزيز الذي لا أراه كثيرا بينما هو في قلبي دائما، الشاعر والأستاذ أحمد إسماعيل. كما أشرف بوجودي بجوار النقاد المقدم والأستاذ الجامعي العظيم الأستاذ الدكتور عزوز إسماعيل. أما من أقف أمامهم وعلى رأسهم صديقي الحبيب الشاعر شاعر مصر الكبير الأستاذ محمود حسن، فأهلا به وسهلا. وشاعر العرب الكبير فارس أبو الجيش، فهؤلاء شعراء مقدمون لا أستطيع أن أنكرهم، إلى جانب الشاعر العظيم حمدي عبد الرازق والشاعر الرائع الأستاذ علي والصديق العظيم الأستاذ الجميلي أحمد، ومعالي المستشار الحبيب الذي لم أره منذ عدة من الزمان معالي المستشار صبري النشار. كل أولئك أقف أمامهم لا أقول كلاما جديدا ربما يكون في النقد. هذه الاحتفالية أستاذ عبد الله حامد حبيبي أهلا وسهلا، حينما أراد الله جل في علاه أن يخلق آدم عليه السلام حدث حوار بين الله وملائكته، فكان هذا الحوار كلاما، هذا الكلام كان مقدمة وتهيئة لحادثة. وحينما خلق الله جل في علاه آدم عليه السلام، وآدم أنجب أكثر من 100 مليار على حسب تقدير علماء الجغرافيا والصحة، لم يتبقى منه سوى 8 مليارات. من بينهم أنبياء نبأهم الله ورسل أرسلهم الله، ولم يتبقى من هذا كله سوى كلمات. فاليهود يعبدون ربهم بكلمات، والنصارى يعبدون ربهم بكلمات، والمسلمون يعبدون ربهم بكلمات. هذا يعني أن الكلمة كانت سابقة لحادثة الخلق، والكلمة كانت موجودة أثناء الخلق، والكلمة كانت نتيجة للحادثة. فإذا أردت أن تقول كلمة فإما أن تكون مقدمة لحادثة أو واصفة لحادثة أو ناتجة عن حادثة. ولذلك حينما نرى أن الله يقول في أول آيات الكتاب اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، يبدأ المولى بتطمين قلب النبي ثم يدخل في علم التشريح، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. طالما أن هناك إنسان فهناك الله الذي يعلمه، ولذا
قال شوقي سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى. هذا يعنيني في النقد، أنك إذا أردت أن تقول كلمة فلا بد أن تكون هذه الكلمة مقدمة لفعل. الذين يرون أن كلماتنا العربية مجرد أصوات كما تسمعونني هم لم ينتبهوا إلى قول الله. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة؟ الكلمة تشبه بالشجرة، والطبيعي في لغتنا العربية أن نصف المشبه به ولا نصف المشبه. نفاجأ أن الله يصف المشبه ولا يصف المشبه به، ويقول ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت يصف الشجرة ولا يصف الكلمة. معنى هذا أنني إنما أمسك بقلمي لأفض بكارة الأوراق فأنا لا أرسم حروفا، إنما أنا أزرع شجرة. هذه الشجرة إما أن تكون شجرة طيبة ينتفع بها الناس، وإما أن تكون شجرة خبيثة تضر الناس. ربما عدم انتباهنا لهذا يثبت الله الذين آمنوا بماذا؟ بالقول. إذن القول ليس ملفوظا وليس كلاما، وإنما القول في لغتنا العربية يختلف عن القول في اللغات الأخرى. لغتنا العربية يا سادة مبنية على الفعل، أي أن كل كلمة من كلمات لغتنا العربية لابد أن تكون حادثة، تكون واقعة. أما أنني أظل في تهويمات كما فعل جيل الستينيات بالشعر العربي، وأهرم هنا وأطرد رواد الشعر وأتحدث في كلام لا طائل منهم، وأفرق بين الشعر وبين المجتمع وبين الشعر وبين الجمهور وبين الكلمة وبين مستمعات، لأن الكلمة إذا لم تخدم المجتمع فما جدواها؟ لماذا أتحدث إذا كانت كلمتي لا تخدم المجتمع؟ ولذلك كان ديننا الحنيف حريص جدا في شأن الكلمة. وقد جلس رجل صحابي أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله والذي بعثك بالحق إني لأعرف رجلا يعد كلماته كل أسبوع. فقال له الرسول أنت من تفعل هذا، لأن الكلمة إذا لم تكن مفيدة وجادة فهي كلمة مجنونة ولا طائل منها. وربما سبب تخلف مجتمعاتنا العربية أننا لا نعرف أثر الكلمة، لا نعرف أن الكلمة هي التي ترفع أمة وهي التي تخفض أمة، وأن الكلمة هي الثقافة، وأن الكلمة هي الأدب، وأن الكلمة هي حسن الخلق، وأن الكلمة هي الله جل في علاه. ولذلك حينما تجد مجتمعا متخلفا فاعلم أن المتكلمين وأن المثقفين فيه هم المتخلفون. حينما تعرف أن هناك مجتمعا متخلفا فاعلم أن المثقفين والمتكلمين فيه هم المتخلفون. مسؤولية تقدم الأمم دائما على المثقفين، لأن المثقف هو العقل المفكر للمجتمع، المثقف
هو الذي لم يعلم الطبيب الذي أخطأ في الجراحة، والمهندس الذي خان ضميره، والمرتشي الذي تعلم الرشوة، فالمثقف لم يقم بواجبه. إذا أردتم أن تنهضوا بوطنكم فعلى كل مثقف أو على كل مدعي للثقافة أن يقوم بواجبه. هذه مسؤوليتنا جميعا، فهل نحن فعلا على مستوى المسؤولية؟ والسلام عليكم. كل الشكر والتقدير، كل الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور المنعم.